خارج من معتقلات الحوثيين يروي لموقع إخباري: عندما اتصلت بأسرتي لم يعرفوا صوتي بعد التعذيب. في الشرق الأوسط، الجامعة العربية تعرب عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة في عدن. وفي الأخبار المنوعة، خطة ترامب خيانة جسيمة لأفغانستان. لم يخطر ببال الصحفي عبد الحافظ الصدمي أو الصمدي أنه سيكون ضحية جديدة في مسلسل الانتهاكات المتواصلة ضد الصحفيين اليمنيين، خصوصا وأنه قد اعتزل العمل الصحفي منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء واندلاع الحرب قبل 5 سنوات. وعنون موقع المشاهد نت: الصمدي صحفي جديد بقائمة المخفيين قسريا في اليمن. يقول الموقع: لم يشفع للصحفي الصمدي ترك مهنة المتاعب وامتهانه العمل كسائق أجرة لتوفير لقمة العيش له ولأسرته، حيث ظل رغم كل ذلك في مرمى الاستهداف. شأنه شأن زملائه الصحفيين الذين يتعرضون بشكل شبه يومي إلى شتى أنواع العنف من قبل أطراف الحرب في اليمن. واختطف مسلحون مجهولون يعتقد انتمائهم لجهاز الأمن القومي الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي الصحفي الصمدي من أمام منزله في حي الجرداء بمديرية 70. وقال شقيقه نقلا عن شهود عيان في الحي إن مسلحين بلباس مدني كانوا على متن 3 سيارات اختطفوا عبد الواحد أثناء خروجه من منزله لشراء بعض الحاجيات من بقالة الحي يوم السبت الماضي دون جريمة تذكر. وفي اليوم التالي لاختطاف الصحفي، حضر مسلحون برفقة شرطة نسائية إلى منزله وقاموا بتفتيشه وأخذ كل ما يتعلق به، ثم غادروا المكان. وأشار إلى تردي حالة زوجة الصمدي عقب اختطافه ما تطلب نقلها إلى المستشفى حيث ترقد منذ يوم اعتقاله، في حين أصيب أطفاله بحالة نفسية سيئة من هول الفاجعة. يقول موقع المصدر أونلاين إن وفد المجلس الانتقالي الجنوبي وصل إلى السعودية استجابة لدعوة وزارة الخارجية في السعودية التي أطلقتها عقب انقلاب الانتقالي وسيطرته على مؤسسات الدولة في عدن. وأعلن بيان صادر عن المجلس أن توجه رئيس المجلس عيدروس الزبيدي مع وفد من خمس شخصيات من هيئة رئاسة المجلس إلى جدة. وكان مصدر في وزارة الخارجية السعودية قد دعا الحكومة اليمنية وأطراف الصراع في عدن إلى اجتماع يهدف إلى مناقشة الخلافات وتغليب الحكمة والحوار ونبذ الفرقة ووقف الفتنة وتوحيد الصف حد قوله. مصدر حكومي رجح في حديث للمصدر أونلاين إقامة نقاش أحادي بين الوسيط السعودي والحكومة من جهة وبين الوسيط والانتقالي الجنوبي من جهة أخرى. يضيف الموقع: أعلنت الحكومة رفضها إجراء أي حوار قبل انسحاب الانتقالي من المواقع التي سيطر عليها، بينما أعلن المجلس أنه سيذهب إلى جدة استجابة للدعوة السعودية فقط ولن يدخل في حوار. اليمن عبقرية المكان ولعنة الزمان. تحت هذا العنوان كتب عبد الوهاب العمراني مقاله المنشور في الموقع بوست، مضيفا في أجزاء منه: في اليمن للشهور دلالات ومفارقات سوى في مايو أو سبتمبر وكذلك أكتوبر. في مايو أعلنت الوحدة وأدت الوحدة إلى حرب كانت بداية النهاية لوحدة المصالح الهشة، وفي مايو تم إعلان الوحدة وفي نفس الشهر إعلان أول انفصال. كما أن سبتمبر يحمل عناوين المجد والعنفوان، وهو نفسه سبتمبر الردة والانحطاط وبداية مستنقع اليمن في غياهب الكهنوت. في 21 سبتمبر القادم سيكون قد مضت 5 سنوات بالكمال والتمام على سقوط صنعاء المدوي، المدة الفاصلة من الآن غداة سقوط عدن ومحافظات جنوبية بإسناد إماراتي وصمت التحالف، وحتى ذكرى سقوط صنعاء وهي 4 أسابيع، فقد يتم خلال 4 أسابيع اتفاق سلم وشراكة مع الانقلاب الجديد بمباركة القوى المحلية والإقليمية التي هي نفسها تواطأت لسقوط صنعاء لصالح الحوثيين. 100 قرن واليمنيون يزحفون في الرمال المتحركة، فالحقبة ما بين العام 1918 واليوم أقل ما توصف بأنها إخفاق وفشل للنخب وفشل النخب الحاكمة لليمن. بداهة كان خطأ فادحا في تاريخ اليمن الحديث
عندما عول اليمنيون على الإقليم لإخراجه من محنته، سواء عقب ثورة 26 من سبتمبر أو سقوط صنعاء في سبتمبر قبل 5 سنوات. وتتلخص تلك الإخفاقات بالارتهان للإقليم، بدءاً بالمبادرة الخليجية التي أعطت حصانة ممن لا يحق له إلى من لا يستحق، ومن ثم تآمر على الفترة الانتقالية من اليوم التالي لخروجه الشكلي من السلطة. الحرب التي أشعلها الحوثيون بتواطؤ الدولة العميقة التي لا زالت بعض رموزها اليوم منقسمة بين صنعاء وعدن وخارج اليمن. سقوط صنعاء قبل ما عرف أنتج تدخلاً إقليمياً فج عرف بعاصفة الحزم، وحقيقة هو عاصفة العجز والغدر، والتي هي نتيجة وليس سبب وتحصيل حاصل. كان ماهر هبة ناشطاً حقوقياً يستمع إلى المظلومين ويوثق حالاتهم، إلى أن وقع في معتقلات الحوثيين فلم يجد من يوثق حالته. وفقاً لموقع تهامانت، حكاية مختطف لدى الميليشيا، ماهر هبة يكشف الوجه المرعب للتعذيب حتى الموت في سجون الحوثيين. وقال الموقع إن ماهر رصد الكثير من الانتهاكات ووثقها، فجعلته الميليشيا الحوثية تحت المجهر وظلت تبحث عنه منذ سقوط صنعاء بأيديهم قبل سنوات. ولأنه ضمن قوائم المطلوبين للميليشيا لم يستطع المكوث في منزله، فخرج إلى منزل آخر ومكث فيه قرابة 4 أشهر. بعدها تم اعتقاله في أحد شوارع صنعاء. يقول ماهر هبة في حديث خاص إن التعذيب بدأ منذ الأيام الأولى لاعتقاله، وكانت أشد أيام التعذيب هي 13 يوماً قضاها تحت تعذيب متواصل ومنع عن الدوام. وقال إن وسائل التعذيب تشمل الصعق بالكهرباء وتعذيباً نفسياً وتهديده باعتقال زوجته وأولاده في محاولة لإضعافه. وكما روى قبله عدد من المعتقلين، فقد كان يتم استدعاؤه ليلاً من الساعة 12 ويتم التحقيق معه إلى الفجر بشكل يومي. كانت توجه له أسئلة وهو معصوب العينين ومعلق أيضاً. بعد فترة 8 أشهر ونصف تم السماح له بالتواصل مع أهلي، أو تم السماح لي بالتواصل مع أهلي لدقيقة واحدة، وحين هاتفتهم لم يصدقوا لأن صوتي قد تغير كثيراً جراء التعب والإرهاق الناتج عن التعذيب. وبعد 3 أشهر من الاتصال زاروني وتأكدوا أنني ما زلت حياً. بعد أكثر من 3 سنوات في معتقلات الحوثيين تم الإفراج عنه بصفقة تبادل أسرى، وهاجر إلى مأرب دون السماح له بلقاء أهله في صنعاء. يقول هبة: وصولي إلى مأرب مثل حياة جديدة، كنت أثناء الاعتقال أتمنى أن أرى التراب وأن أتعرض للشمس، فقد حرمونا من كل شيء. القوة الروسية الناعمة وأثرها في جنوب اليمن. تحت هذا العنوان كتب جون ثان فينتون هارفي في موقع لوبونغ، وترجمته ونشرته صحيفة القدس. في الوقت الذي توسع فيه روسيا حضورها في المنطقة، قد يؤدي هذا إلى تعميق تدخلها في اليمن، وتعيد نفسها كلاعب مهم في سياسة البلاد. ومن هنا فتحت المواجهات الأخيرة بين الجماعات الداعية لانفصال الجنوب عن الشمال والحكومة المعترف بها دوليا الباب أمام روسيا لتعيد دورها. وفي ظل غياب القيادة الأمريكية والقوى الأخرى لدعم المفاوضات الشرعية، تجد روسيا نفسها أمام وضع لكي تقوم بدور محوري، خصوصا أنها الطرف الوحيد الذي يحتفظ بعلاقات جيدة مع أطراف النزاع. يمكن لموسكو العمل مع المجلس الجنوبي الانتقالي، فقد كان جنوب اليمن تحت حكم نظام ماركسي مؤيد للسوفييت منذ استقلال اليمن عن بريطانيا عام 67 حتى الوحدة عام 1990 ونهاية الحرب الباردة. ولم تتحرك روسيا بعد في اليمن، حيث تقوم باستكشاف سبل التفاوض مع الانفصاليين. واستطاع الانتقالي الجنوبي تعزيز موقفه في الجنوب كقوة سائدة بعدما عمله الحزام الأمني وبقية الميليشيات التي تدعمها الإمارات العربية المتحدة، وتفوق على القوات التابعة للحكومة اليمنية عددا وقوة. ولهذا السبب سيطر على عدن وهزم هادي. وقد تدخل روسيا في مفاوضات مع المجلس الانتقالي لتقديم الدعم إن لم يكن الاعتراف به. وقد تجد موسكو أن خسارة هادي عاصمته الثانية تعني فقدانه التأثير، وأنه لم يعد صالحا لخدمة مصالحها في المنطقة. ولو استطاعت موسكو لعب دور صانع السلام في اليمن، فسيكون لديها الحرية للتدخل في الشؤون اليمنية والتعزيز من تأثيرها في منطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي،
حيث حاولت إقامة علاقات تجارية عسكرية مع السودان وإريتريا. ولو منحت موسكو شرعية للمجلس الانتقالي وقضيته فقد يتقبل هذا تدخلها. وفي الوقت الذي أقامت فيه روسيا علاقات مع السعودية والإمارات والمجلس الانتقالي وهادي، تلقت دعوة من الحوثيين لتعمل كوسيط في اليمن، مما يعني أن الطريق بات مفتوحا أمام موسكو للعب دور مهم في الملف اليمني وبالتالي تقوية موقعها الإقليمي والدولي. بخطوات متتالية تستفيد ميليشيا الانتقالي في عدن من طريقة صعود ميليشيا الحوثي في صنعاء، وحاليا تعمل على التعلم منها كيف تتعامل مع الصحافة. ووفقا للعربي الجديد، المجلس الانتقالي يستلهم تجربة الحوثيين في استهداف الصحفيين. وقالت الصحيفة إن مسلحي المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات لم ينتظر كثيرا لبدء حملة استهداف بحق الصحفيين، فقد كان مقاتلوه المنتشرون في شوارع عدن التي باتت تحت سيطرتهم يشنون حملات اقتحام وملاحقة للصحفيين تصدروا مشهد الدفاع عن الحكومة الشرعية بآرائهم، فضلا عن فرض سيطرتهم على وسائل إعلام حكومية. ووثقت نقابة الصحفيين اليمنيين بلاغات عن حملات اقتحام منازل ومنع الصحفيين من مزاولة أعمالهم في عدد من وسائل الإعلام بعدما سيطرت عليها قوات الحزام الأمني. وكما سبقتها ميليشيات الحوثي، فقد أقدم وفقا للصحيفة مسلحو الانتقال بإصدار أعداد من صحيفة 14 أكتوبر تروج لدعاية تحرير العاصمة المؤقتة ونشر تصريحات لقيادات الانتقال، فضلا عن تغطية فعاليات المجلس الجماهيرية. وقال أحد الصحفيين في عدن معلقا على الانتقالي: لم يتجاوز حكمهم أياما وأصبحوا يبحثون عن المعارضين لهم، والله يعلم ماذا سوف يفعلون بهم. مصير عدن إلى المجهول حاليا، وما حدث في صنعاء سوف يتكرر في عدن. أقولها وكل ألم وشوق، وداعا عدن. أعربت جامعة الدول العربية عن القلق والانزعاج إزاء التطورات على الساحة اليمنية، وفي ضوء التطورات الأخيرة المقلقة في الجنوب وتحديدا في العاصمة المؤقتة عدن، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط والتي عنونت: الجامعة العربية تعرب عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة في عدن. وصرح مصدر مسؤول في الجامعة العربية بأن هذه التطورات الأخيرة تنطوي على تأثيرات سلبية على استقرار اليمن ووحدة ترابه الوطني وتكامله الإقليمي، مؤكدا أن تمزيق وحدة اليمن لن يصب في صالح الشعب ولن يؤدي إلا إلى مزيد من التشرذم والاضطراب. وأضاف المصدر في بيان صدر عن الجامعة العربية أن جلب السلام الشامل والاستقرار إلى ربوع هذا البلد يتعين أن يصير الهدف الأول لجميع الأطراف، وهو ما يستدعي مقاربة مختلفة للوضع اليمني برمته تقوم على استعادة وحدة مؤسساته ومواجهة الإرهاب. في إطار الحوار والتفاوض بين الأطراف ذات المصلحة والابتعاد عن التصعيد العسكري والعنف. الهروب من الذات والأزمات، تحت هذا العنوان كتب إبراهيم غرايبة في صحيفة الغد. ثمة عمليات هروب واسعة وشاملة في المجال العام من القضايا والأزمات الحقيقية التي تواجهنا في الموارد والأعمال والخدمات الأساسية، إلى قصص وإشاعات وقضايا ونقاشات وجدالات لا تضر ولا تنفع وليست ذا شأن في حياة الناس وقضايا البلد وتحدياتها وفرصها. ويستوي في هذا الهروب الحكومة والنواب والمجتمعات والجماعات والأحزاب والنقابات والأفراد. يقول الفيلسوف الأمريكي هنري ديفيد ثورو: عندما يشكو المرء شيئا يحول بينه وبين القيام بواجباته، حتى عندما يكون ألما في أمعائه، فإنه يبادر إلى محاولة إصلاح العالم. وعدم الرضا في حد ذاته لا ينشئ دافعا للتغيير كما يقول إيريك هوفر، لكن يجب أن تتضافر معه عوامل أخرى، وأحد هذه العوامل هو الإحساس بالقوة. فالذين يخافون من محيطهم لا يفكرون في التغيير مهما كان وضعهم بائسا. ويلاحظ هوفر أنه يصعب على الذين يعتقدون أن حياتهم فسدت أن يستهويهم تطوير أنفسهم مهما كان احتمال حصولهم على فرص أفضل. فلا شيء ينطلق من النفس التي يكرهونها يمكن أن يكون جيدا أو نبيلا،
وشوقهم العميق إلى حياة جديدة ومعنى جديد لقيم الحياة لا يتحقق إلا بانتماء إلى قضية مقدسة. إن الإيمان بقضية مقدسة هو محاولة للتعويض عن الإيمان الذي فقدناه بأنفسنا، وكلما استحل على الإنسان أن يدعي التفوق لنفسه كان أسهل عليه أن يدعي التفوق لأمته أو دينه أو عرقه أو قضيته المقدسة، وينزع الناس إلى الاهتمام بشؤونهم الخاصة عندما تكون جديرة بالاهتمام، وعندما لا يكون لديهم شأن خاص حقيقي يهتمون بشؤون الآخرين الخاصة ويعبرون عن اهتمامهم هذا بالغيبة والتجسس والفضول. فالاعتقاد بالواجب المقدس تجاه الآخرين كثيرا ما يكون طوق النجاة لإنقاذ الذات من الغرق، وعندما نمد يدنا نحو الآخرين فنحن في حقيقة الأمر نبحث عن يد تنتشلنا، وعندما تشغلنا واجباتنا المقدسة نهمل حياتنا ونتركها خاوية بلا معنى. تعنت وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني زعيم اليمين المتطرف حال دون إعطاء إذن لإرسال سفينة محملة بالمهاجرين لتعلق بهم في عرض البحر لمدة 19 يوما، لكن الحكومة الإسبانية بحسب ما جاء في موقع عربي بوست أعلنت أنها سترسل سفينة عسكرية للمياه الإقليمية الإيطالية من أجل نقل المهاجرين العالقين في سفينة منظمة أوبن آرمز الإنسانية بعد رفض روما استقبالهم. وكان مكتب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قال إن السفينة العسكرية أوداز ستغادر مساء الثلاثاء البلاد وستبحر لثلاثة أيام إلى لامبيدوسا، حيث ستتولى مسؤولية المهاجرين الذين انتشلتهم سفينة المنظمة من المتوسط، وبعد وصول السفينة العسكرية إلى لامبيدوسا ستبحر مجددا إلى الميناء الرئيسي لجزيرة مايوراكا الإسبانية. وكانت الحكومة الإسبانية قد اقترحت استقبال السفينة العالقة في البحر بعد رفض إيطاليا فتح موانئها لها. نطالع من صحيفة الجارديان البريطانية تقريرا عن خطة ترامب للسلام في أفغانستان وعنوانت الصحيفة خطة ترامب خيانة جسيمة لأفغانستان. وقال التقرير إنه من المؤكد أن ترامب سيغتنم الفرصة ليعلن بصخب أنه حقق النصر وأنهى واحدة من أطول حروب الولايات المتحدة، وقد يصل به الأمر حتى يصف الاتفاق بأنه اتفاق القرن، رغم أنه أطلق هذا اللقب بالفعل على اتفاقه الفاشل مع كوريا الشمالية. ويضيف التقرير الذي ترجمته البي بي سي أن ما حدث أو يحدث في أفغانستان بعد شهور من المحادثات مع الطالبان يمكن وصفه بصورة أدق على أنه انسحاب للقوات الأمريكية وليس اتفاق سلام، وسيحقق ما يريده المرشح الرئاسي ترامب في الانتخابات الرئاسية 2020، ألا وهو عودة 14,000 جندي أمريكي إلى بلادهم من أفغانستان. ويرى الكاتب أن هذا الاتفاق لن يخدم مصالح الأفغانيين، ولكن النتيجة المرجحة له هي أنه سيترك أفغانستان داخل هوة لا مخرج منها من الصراع والقتل الذي أودى بحياة 10,000 مدني منذ عام 2001. العودة إلى القرن العشرين، تحت هذا العنوان كتب بسام الطويسي مقاله المنشور في صحيفة الغد. قد يكون من المبكر الحكم أن مجتمعات العالم باتت تغلق الأبواب مودعة حلم المواطن العالمية، أي إنهاء العالم المفتوح والشفاف كما نظر له مع بدايات تشكل النظام الدولي أحادي القطبية في بداية تسعينيات القرن العشرين الماضي، ولا حتى في جذورها المبكرة في عقد الستينيات. إلى اليوم لا توجد لدينا أطر نظرية واضحة الملامح تفسر ما يحدث في العالم، وسيبقى هذا الأمر لوقت ليس بقليل، وعلينا أن ندرك أن هذا الأمر حدث مرات في التاريخ، وهذا ما يفسر منطق الدورات التاريخية، بينما علينا البحث عن جذور هذه الأعراض في القواعد المؤسسة للأنظمة الدولية والاقتصادية التي حكمت العالم على مدى نحو 3 عقود. فقبل أن نفكر طويلا بظاهرة الكذب والأخبار المزيفة على شبكة فيسبوك وأزمة الإعلام التقليدي العالمي، علينا أن نعود إلى ويكيليكس وظاهرة الحكومات السرية في العالم المتقدم. الجذر العميق للأشكال المتعددة من تفسخ العولمة يبدو في أن حلم العالم الواحد بات سرابا فعليا، حينما ثبت للإنسان أن فكرة المجتمع العالمي الذي يعمل من أجل المجتمع
لم تكن إلا مجرد خدعة أو على أقل تقدير فكرة لم تتحقق. الأمر الآخر الصادم في التحولات العالمية في ملف العولمة الاقتصادية والسياسية والاتصالية أن الصراع يبدأ في مطابخ الدول والمجتمعات التي احتضنت هذه الظاهرة وروجت لها وكانت المستفيدة الأكبر منها، بينما المجتمعات التي صنفت نفسها بأنها ضحية العولمة وحاولت مقاومتها فلا علاقة لها بشكل مباشر بما يحدث اليوم. حتى الحركات الاجتماعية والسياسية التي قاومت العولمة في تسعينيات القرن الماضي وقادت تظاهرات كبرى ضد اتفاقية التجارة العالمية وغيرها نجدها قد اختفت أو لا صوت لها. ربما هذا أيضا من أعراض الظاهرة العالمية الجديدة، وربما لأن ما يحدث اليوم بالنسبة لجنوب العالم ولليسار الاجتماعي أسوأ من سوءات العولمة ذاتها. في جولتنا المنوعة لهذا اليوم من صحيفة الديلي تيليغراف صور جديدة ومتنوعة من مختلف أنحاء العالم نتابع. يبدع رسامو الكاريكاتير من خلال رسوم تضاهي أخباراً وصوراً عدة. في جولتنا لهذا اليوم نعرض عليكم مجموعة من هذه الرسوم. وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة، نشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، إلى اللقاء.